شاكرين الرب مرة تاني بكل الفرح والسجود والشكر تعبد لإلهنا لأنه يستحق. مرة تاني نأتي إليه في حضرته، معنى إن الله بيستقبلنا ويكلمنا معناه إنه ما فقدش الأمل فينا، معناه إنه ما يقسش مننا، ما رماش طوبتنا، لأنه مكتوب عنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. تعالوا نجيله ونسبحه ونرتجيه بالقلب. تعالوا النهاردة ننتظر منه مش بس إنه يباركنا لكن يطيب خواطرنا، ونطلع من هنا كل واحد النهاردة الرب مطيب خاطره. في مزمور اسمه مزمور 63، مزمور 63 معنون إنه مزمور لداود لما كان في برية يهوذا. أوحش وقت ينفع حد يرنم فيه، لكن شوفوا الجمال والكمال في كلمة الله لهذا المرنم العظيم. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذ ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. أنا هقول الآية دي مرة كمان، هكذا أباركك، 4 و5، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي. قول معايا بس الجملة دي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. من غير تذمر، من غير شكوى، بشفتي الابتهاج يسبحك فمي. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا، بهجة قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك. يمكن في مننا يمكن مش جاهزين إنهم يرنموا، أشجعك قوي النهاردة من جديد، تعال النهاردة عيد للرب. قولوا معايا، لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا، بهجة قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك، نحتفل بك، لا تشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك، نحتفل بك، أنت فرحتنا، بالحمد نبتهج بك. طيب كم واحد بيرنم الترنيمة دي أول مرة النهاردة؟ يعني مش معقول السبعة اللي رفعوا ايديهم بس هم. طب كم واحد مش عارف الترنيمة؟ طيب ده برضو كويس. هشجعك لما تلاقي ترنيمة مش عارفها مش انك تقعد تسمعها، السمع ما بيعلمش الترانيم. حاول حتى لو هتقرا الكلام مع النغمة اللي شغالة هتلاقي نفسك بترنم في صوت جمهور معين. يلا نقف مع بعض من الأول خالص ونقول له لك نرفع ذبيحة الحمد. يلا معايا من الأول، لك نرفع ذبيحة أيوة كده، نسبحك بطيبة القلب، أنت نشيدنا، بهجة قلوبنا
ونبع سرورنا نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك أنت جالس وسط تسبيحنا تغمر بمجدك حياتنا عزنا بك يا إلهنا ما أبهى حضورك نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك نحن نعرف عظم قوتك نشهد ما هي بعملك بقوة روحك تعمل في وسطنا قول معايا صانعا عجائبا نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك يا رب شكرا ليك من كل القلب مرة تاني بتجمعنا إليك مرة تاني ما فقدتش الأمل فينا وما يئستش مننا مرة تاني عايز تسمعنا صوتك وتخلينا نرنم بالروح لك إذ تجتمع بنا نعيد لك المسيح فصحنا قد ذبح فلنعيد مش بخمير الفريسيين ولا حتى كما لقوم عادة لكن نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك صلي بركة لكل فرد لكل عائلة لكل شخص في ظرف ما صلي بركة لإخوتي خدامك وصلي بركة رب لكنيستنا هنا أشكرك مرة تاني لأجل اجتماعك بنا اكرمنا فرحنا خد بإيد الواقع منا خلينا النهاردة نخرج ونقول حقا قد رأينا الرب لاسمك المعبود كل حمد وسجود وكل شعب الرب يقول أمين استريحوا كل فرحة للنفس كل بسمة في القلب نبعها وجودي قربك حبي لك مفيد عايز الأكورديون هنا بفضلك سوري معلش أنا عارف الترنيمة بطلوا الناس يرنموها بس أنا هرنمها وأنا عايز أشجعك النهاردة هاتيلي من فضلك البيج اللي بعديها كاتبها بيقول له كل أفراحي بك ربي لا سواك أنا عايزك النهاردة تستجمع ذهنك وتقول للرب الكلمتين دول بالقلب كل أفراحي بك ربي لا سواك كل سلامي وهنايا في رضاك يلا معايا من الأول من أول معايا كل فرحة للنفس كل بسمة في القلب نبعها وجودي قربك حبي لك كل ترنيمة القلب يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك أحبك قول ما تسكتش كل أفراحي بك ربي لا سواك كل سلامي وهنايا في رضاك كل أفراحي بك ربي لا سواك كل سلامي
وهنايا في رضا، كل فرحة للنفس، كل بسمة في القلب نبعها وجودي قربك حبي لك، كل ترنيمات القلب يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك وأحبك، كل أفراحي بك ربي لا سواك، كل سلامي وهنايا الجميلة اللي جاية فيها زي اختيار بقرار. كاتبها بيقول له أنا هفرح بيك عشان أنت مكفيني. ألبير سمير كان كاتبها عشان أنت بتكفيني، بس أنا برنمها عشان أنت مكفيني. ده موضوع يعني حاصل ومستمر. مكفيني، أنا ههتف ليك عشان أنت بتحميني وبتحييني. كاتب الترنيمة الجميلة دي راح قال له وهو بيختار بالقرار، انا مش هخلي ظروفي تشدني، لكن انا مش راح انزل عيني. هاتي لي عدد 2. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي، الخطه الخايبه اللي بيعملها عدو الخير، بس الظاهر انها جايبه معاه نتيجه هايله جدا، والناس بتخش الاجتماعات تجتر أحزانها حتى في الترانيم. أنا هرنم عظمته مش هرنم خذلاني، هرنم مجده مش هرنم ضعفي، أنا هفرح بيك عشان أنت مكفيني. يلا تعالوا نهتف هذه الهتافة، تعال نتشجع. جي أنا هقولكم عالي سنة عشان تشدوا حيلكم شوية. يلا قولوا معايا أنا هفرح بيك علشان أنت مكفيني، هكتف ليك علشان أنت بتحييني، هفرح بيك علشان أنت مكفيني، هكتف ليك علشان أنت بتحييني، مش مستني ربي موقف رح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ساعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجعلك من تاني علشان تشفي وتشبعني، مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجعلك من تاني علشان تشفي وتشبعني. هفرح بيك علشان انت مكفيني، هكتف ليك علشان انت بتحييني، هفرح بيك علشان انت مكفيني، هكتف ليك علشان انت بتحييني، مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامه، ويتفض فيا بروحك بشهاده المجد جلالك، مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامه، ويتفض فيا بروحك بشهاده المجد جلالك. هفرح بيك علشان انت مكفيني، هكتف ليك علشان انت بتحييني، وانا هفرح بيك علشان انت مكفيني، هكتف ليك علشان انت بتحييني.
ترنيمة جميلة اللي جاية بتقول يلا بينا هيا نغني لرب السماء مرنمين هاتفين صخر الخلاص ورب الفداء مرنمين. أنا عايزك النهاردة ترفع عينيك من تفاصيل الوجع، تعال النهاردة نتوحد. انت عارف طبعا ان الترنيم بيوحد شعب الرب، مع احترامي للوعظ وكل حاجة جميلة، الترنيم بيوحد شعب الرب. لما ترنم حضرتك وحضرتك وأنا بنغمة واحدة وبكلمة واحدة احنا بنتوحد، خصوصا لما تبقى الترنيمة فيها نغني مش أغني، نغني. تعال يا شعب الرب ترنم لإله يستحق صخر الخلاص ورب الفداء. تعالوا نطلع برا أنفسنا وبرا مشاكلنا وبرا تفاصيل وجعنا أو أوجعنا، وتعالوا نتوحد النهاردة نعيد له بهذه الكلمات. أدعيكم مرة تاني، تعالوا نقف ونقول كده صخر الخلاص إف ميجر. هيا نغني لرب السماء مرنمين صخر الخلاص ورب الفداء مرنمين هاتفين نأتي إليه بحمد عظيم نهتف في فرح مستديم رب الخلاص الكثير مرنمين هاتفين فهو منقضي مرنمين وهو مليك جليل كبير غنوا له هاتفين كل الأراضي وكل الجبال بيده فهو رب الجلال والبحر صنع يد المتعال غنوا له هاتفين هيا نصلي إلى ربنا مرنمين مرنمين نركع ونسجد لخالق مرنمين هاتفين فهو الإله ونحن العبيد شعب له وهو راعي مجيد يرعى القطيع بحب شديد غنوا له هاتفين ما أبهى ما أبهى ما أروع أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرام والسلطان ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرام والسلطان قولوا معايا لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أنا مع عرشك في السماء نأتي لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرم والسلطان قولوا معايا نعظمك نعظمك نباركك أنت القدير رب مشير أنت العلي
لا سواك نعظم نعظم نباركك نباركك أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهى أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرام والسلطان ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهى أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرام والسلطان. يمكن الترنيمة اللي جاية تكون قبل الأخيرة، وهختم معاكم بترنيمة في الآخر. عايزك تسمع الكلمات اللي جاية دي. الواحد بيقول لربنا أنا بشكرك، بشكرك عشان شخصك، عشان عظمتك، عشان سلطانك. واللي أنا مصدقه النهاردة مش إمكانياتي أو حتى تفاؤلي، لكن اللي أنا مصدقه النهاردة كلمتك ووعدك وعظمتك. كتب الترنيمة دي بيقول، أنا رتلت لكم الترنيمة دي من هنا يمكن مرة ويمكن دي التانية أو مرتين ويمكن دي التالتة. أولها بيقول كده، لو نفسك تعبت وانهارت. كتب الترنيمة دي بيتكلم بلسان الرب. عادة الترانيم بتبقى بنقول له نشكرك ما أبهاك. الترنيمة دي كتبها بيتكلم بلسان الرب. أنا عايزكم تسمعوا معايا الكلمات الجميلة اللي جاية دي وتصلوها معايا، وهختم بترنيمة أخيرة في الآخر. كاتبها بيقول، لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمدان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان. اسمع بس، اسمع بس، أو لو حبيت تشارك أنا ما عنديش مشكلة خالص. أنا مش جاي أسمعك ترانيم، أنا حابب أوصل لك فكرة، أصلي من قلبي إنها توصلك. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمدان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، ما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعت بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك في أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعت بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، ومجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعت بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك في أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعت بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك
أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. وفي ضيقتك دايما بتضايق، وفي حزنك أنا بيك دريان، بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الأيام. زي ما ابن أبوه بيشيله طول السكة لو تعبان، انت في حضني يا ابني مكانك، وفي قلبي رحمة وإحسان. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك في أساس. هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس، أعلن ثقتك في أساس. آخر ترنيمة سيبها مع حضراتكم، كاتبها بيقول له أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما أنت لينا يا أغلى رفيق. ومهما طال بينا المشوار هنمجد شخصك، هنغني لشخصك ونعليك. برضو نرجع تاني للترنيمة الجماعية، ترنيمة شعب الرب. كاتب الترنيمة الجميلة دي بيقول له كده، طول ما أنت لينا يا أغلى رفيق، بي فلات ماينر. يلا جربوا معايا كده، تحبوا تستريحوا تقفوا؟ يلا بينا آخر مرة، آخر مرة، يلا جربوا معايا. أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق. ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعلي. أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق. ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك. علي تسبيحك، تسبيحك يعلى وأعلى الفوق، ألحن الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيكون ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى وأعلى الفوق، ألحن الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيكون ملكك لحياتنا أكيد مضمون. يلا بالهتاف، وهتفنا ليه يعلى بتنبيه، نرفع ونقدم ليه. انا اشكرك حياتنا معاك امجد بتدوم، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. وهتفنا ليه يعلى بتنبيه، نرفع ونقدم ليك انا حياتنا معاك أمجد بتدوم، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، ألحن الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيكون ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى يعلى الفوق، ألحن الحمد هتملى الكون. ترنيم الشكر معك هيدين ملكك لحياتنا أكيد مضمون. ارفع قلبك في دقيقة واحدة كلم الرب. سهل قوي ان احنا نخلي حد يصلي بصوت عالي وخلاص، لكن نفسي بالعدد الرائع اللي موجود قدامي ده ارفع للرب هذه الجملة البسيطة، تسبيحك يعلى ويعلى الفوق،
ألحان الحمد هتملى الكون. أفرحنا بيك طول الطريق، طول ما أنت لينا أغلى. كلم الرب، كلم الرب. وبالمناسبة لو أنت محتار في حاجة وعندك تساؤلات، قول للرب عليها فيكلم خادمه، فيكلمنا الروح القدس بيها. من فضلك ما تسكتش، مش لما نقول صلاة يبقى كل واحد يفكر في حاجة هيعملها بعد ما يخلص مثلا، لكن جرب تكلم الرب النهاردة بقلب بيحبه، فرحان بوجوده وبتشريفه لاجتماعنا. تعالوا نصلي لأجل خادم الرب، وتعالوا نطلب النهاردة له كلمات في افتتاح الفم فيكلمنا الرب من خلاله. شاكرينك من كل القلب يا رب لأجل عظمة ما أكرمتنا وتشريفك لاجتماعنا. منتظرينك أنك مش بس تباركنا زي ما باركتنا في الترنيم، لكن منتظرين أنك تكمل معنا يا رب بركتك وتعليمك لينا إلى يوم مجيئك. بصلي مرة تاني بركة لخادمك، وبركة يا رب لكل اللي هتسمعه لنا. في اسمك وحقك نصلي واثقين أنك تستجيب، وكل شعب الرب يقول أمين. استريحوا. شكرا يا باشمهندس، ربنا يبارك حضرتك دايما في كل خطوة. شكرا جدا. لينا فرصة نكرم رب جامعة طيانة. أثناء جامعة العطا هقول بعض الإعلانات. أنا شايف ده صبري اللي ورا، صبري الحمد لله على السلامة. احنا ممكن نحيي صبري يا جماعة، صبري كان بقى له وقت طويل قوي. لا يعني دي تحية خايبة قوي، معلش ما تزعلوش مني. صبري بقى له وقت طويل قوي في الصحة ووعكة صحية وتعب، ويمكن ما جاش الكنيسة غير مرة صغيرة، فممكن نحييه كده نرحب بيه. الحمد لله على سلامتك، نورت كنيستك. الكنيسة بتدعونا لمؤتمرها السنوي اللي بيتعمل في بيت السلام من 4 ل 7 نوفمبر. الوقت ده بيبقى وقت حلو قوي ان احنا ندخل في بعض كعيلة، ان احنا نروح مكان نبات مع بعض، نتكلم مع بعض، نتعلم مع بعض. فأي حد نفسه فعلا يحس ان هو عايز يدخل جوه الكنيسة ويعمل صحاب ويعرف ناس، الوقت ده فرصة حلوة قوي قوي لينا. من 4 ل 7 نوفمبر في بيت السلام، في استمارات في الخارج وطول الأسبوع في سكرتارية الكنيسة. يوم 25 نوفمبر ده وقت المعرض أو يوم الشركة السنوي اللي بينظموا اجتماع السيدات. هم عايزيننا بس نفتكر اليوم ده. اليوم ده بيبقى يوم جميل فيه مأكولات ومشروبات، وقت شركة وسحب، وبيبقى وقت حلو قوي. بيبقى يوم جمعة ونقضي معظم اليوم في الكنيسة. عندنا فيديو عن المثلية. الانتشار ده، وهل بتوجد في مجتمعات اكتر من مجتمعات تانية؟ طب هي انحراف سلوكي ولا خلل نفسي ولا ليها سبب جيني طبيعي؟ طب اعمل ايه اذا اكتشفت ان احد افراد اسرتي مثلي؟ طب هي عارض مؤقت مثلا بيحصل في سن المراهقة؟ طب اعمل ايه اذا كنت انا نفسي مثلي؟ وهل من حقي اني اختار الميل الجنسي بتاعي؟ طب هل ليها أنواع ودرجات؟ وإيه موقف الكنيسة من المثليين؟ دي عينة صغيرة من أسئلة كتيرة قررت كنيستنا في مصر الجديدة إنها تتصدى ليها بكل صراحة وجراءة ومن غير إخفاء أو تابوهات. وبالمناسبة دي الكنيسة بتدعوكم لحضور ندوة عن المثلية تتناول الموضوع ده من الجانب الطبي والنفسي والسلوكي واللاهوتي. ومعاد الندوة هيكون يوم الخميس 6 أكتوبر الساعة 11 صباحاً، وفي برنامج خاص لجميع أعمار مدارس الأحد. في كمان فيديو خاص بأولاد مدارس الأحد.
طيب هو الإعلان الخاص بأولاد بخدمة مدارس أحد أنهم بيطلبوا تبرعات من حضراتكم، فلو حد معاه فلوس وعايز يدفع لمدارس أحد هم هينبسطوا جدا. اللي مسؤول عن كده ينفع ندفع في المالية أو من خلال الشيخ أمجد، هو مسؤول مدارس الأحد في الكنيسة. كورس الإعداد للزواج أو حديثي الزواج هيبدأ يوم الثلاث 18 أكتوبر الساعة 7 مساء بالكنيسة، واستمارات الحجز بسكرتاريا. درس الكتاب تحت عنوان الأمير الهارب، محطات في حياة موسى، هيكون على زوم كل يوم اثنين من الساعة 7 للساعة 8:30. اجتماع مساء الأحد بيعلن عن رقم، أعتقد ده لازم يطلع. اجتماع مساء الأحد بيعلن عن رقم نقدر من خلاله نتواصل مع لجنة الاجتماع، نقدر من خلاله نطلب طلبة صلاة، نقدر من خلاله نطلب احتياج من الاجتماع معين، إزاي الاجتماع يقدر يقف قدامنا. هيطلع أهو كويس. ينفع بس تصوروه أو تكتبوه، يعني ده اللي احنا الاجتماع اللي احنا بنحضره. حلو ان احنا كمان اخبار توصل لنا على الواتساب بتاع الرقم ده. بنرحب مدام سهير وسوزي وفافيان، هم اولاد المهندس عياد أثناسيوس. بنعزيكم وبنرحب بيكم في كنيستكم ومكانكم. خلونا بقلب واحد قبل ما نسمع الكلمه مع الغالي العزيز الشيخ يوسف، خلونا كده كلنا نطلب كلمة من ربنا تشجعنا، كلمة من ربنا تسندنا في رحلة حياتنا، كلمة تعلمنا كمان مرات وتوقفنا على رجلينا. نفسي كلنا نغمض عينينا. يا رب نشكرك لأنك حاضر وسطينا، ممجد يا رب بالمجد والكرامة. نشكرك لأنك في وسطنا تسمعنا، تستجيب لنا، تتفاعل يا رب مع عنات قلوبنا. نشكرك رب لأنك قريب من نفوسنا جدا جدا يا رب. صلي يا رب أن تقترب إلى كل واحد منا بالروح القدس، تتلامس مع احتياجاتنا، تدفعنا أيضا للتوبة يا رب، تشدد يا رب عزائمنا لحياة القداسة، لحياة الوجود الحقيقي في محضرك، لحياة يا رب السلوك المستقيم الذي يرضيك يا رب. ساعدنا نعيش حياة ترضيك، ساعدنا رب اللي نتعلمه نعيش به، ساعدنا يا رب اللي نتعلمه يأثر فينا يغيرنا يبنينا. بركة لابنك، اديله نعمة واديله قوة واديله بركة. بصلي بشكل خاص جدا كمان علشان عطايا يا رب اللي شعبك قدمها، وحدك تقدر تبارك، وحدك تقدر تدي الإرشاد يا رب لاستخدام هذه العطايا. باركها، هي ما بين إيديك، استخدمنا يا رب لصرفها في الأماكن المناسبة للبركة في ملكوت المسيح. في اسمك أصلي لك كل المجد، آمين. شيخ يوسف أهلا بحضرتك، وكمان برحب بأسرتك هي موجودة معاك، أهلا بيكم مستين. أولا مساء الخير، ودي مش أول ولا تاني ولا ثالث مرة أحضر اجتماع الأحد مساء، بس فعلا الحضور كل أسبوع أو كل فترة بجيها بشعر أنه بيزيد، فبنشكر اللجنة المهتمية واللي بتتابع، لكن كمان بشكر كل شخص فيكم بيعتبر الاجتماع والوقت ده أولوية والتزام في حياته، لأنه زي ما سمعنا من أخويا ناصف ده الوقت اللي فيه بنجتمع معا، بنسبح معا، بنتعلم معا، وبنقضي وقت شركة. ما نقدرش، خلوا بالكم أكتر من 75% من ما جاء في رسائل بولس وأنا دارسها ومحللها جاءت في ما يخص العلاقات بيننا وبين بعض، مش ما يخص علاقتي بربنا. 25% بس اللي بيني وبين ربنا، فلو مش بعمل كده مش بنعمل الشركة دي. في 75% من الآيات اللي موجودة في العهد الجديد وبالذات في رسائل بولس غير مفعلة، مش حية، مش ممكن أكون بطحها، لأن أنا مش عايش وسط جماعة، وسط كنيسة، عشان أطبق الأشياء اللي الرب طالبها مني. عنوان النهاردة عنوان غريب شوية، الثلاث أزمات الكبرى في حياة المسيح على الأرض. المسيح مر بثلاث أزمات كبرى في حياته على الأرض. إحنا عايزين نتعرض ليهم وعايزين نقرب منهم،
وعايزين نشوف إذا كنا ممكن نلاقي نفسنا في أزمة أو اثنين أو ثلاثة منهم، نكون إحنا جزء من الأزمة دي إلى اليوم، مش في أيام على الأرض. وهبتدي بمقدمة موجودة في يوحنا، هنقرأ مع بعض إنجيل يوحنا الإصحاح 14 وعدد من 4 إلى 6. وتعلمون حيث أنا أذهب، دي أحاديث الرحيل للرب يسوع، ما فيش غير تلاميذه، ما فيش حتى المجدلية اللي موجودين معاه، هو اللي مسح أرجلهم في صح 13، فالتلاميذ بس اللي موجودين، وللحظة دي يهوذا موجود. بيقول لهم إيه؟ وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فجي شخص من التلاميذ كان عنده جراءة، ما كانش عنده خجل يقول مش فاهم كلامك، مش مفهوم. الباقيين كانوا ساكتين كأنهم فاهمين وهم مش فاهمين. عشان كده أنا دايما بقول إحنا ممتنين للناس اللي سألت المسيح على الأرض، ممتنين للناس اللي أخذت المبادرة. المسيح اتسأل 120 سؤال على الأرض، منهم السؤال اللي جاي ده، والمسيح سأل 180 سؤال غير متكرر، ودي أنا بسميها مدرسة المسيح في التعليم. تخيلوا في الثلاث سنين، تخيلوا في الأعداد القليلة اللي بين إيدينا عن حياة المسيح، في 300 سؤال سواء هو سألهم أو تسألهم. لازم الأسئلة دي تكون حقيقية ونقرب منها ونسألها. بيقول له بقى، قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ إحنا مش عارفين، إحنا ما نعرفش الطريق. قال له يسوع: أنا هو. وهذا الإعلان الثلاثي على فم الرب غير متكرر. ده هو مرة واحدة قال أنا هو القيام والحياة، مرة واحدة قال إعلان ثنائي، فيما عدا ذلك أنا هو النور، أنا هو الكرمة، أنا هو الباب، أنا هو الراعي، لكن عمره ما قالها ثلاثية بالشكل ده. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نصلي. يا بان السماوي، فعلا كل اللي بنطلبه هو وجهك، وهي كلمتك لكل شخص فينا، لتذهب إلى أعماق قلوبنا وأفكارنا، إلى أعماق حياتنا. تكلم يا رب إلي وإلى إخوتي، تكلم إلينا بكلمة الحياة. نريد يا رب أن نسمع وأن نميز صوتك في هذا المساء. ادينا القلوب الخاضعة والإرادة الراغبة أن تعيش لك طول الحياة. أصلي هذا في اسم المسيح ولك كل المجد، آمين. الثلاث أزمات اللي هنتكلم عنهم هما الطريق والحق والحياة. كيف تعامل جيل المسيح، الجيل اللي كان موجود في زمن المسيح، مع هذا الإعلان الثلاثي؟ هو بيعلن أنا هو الطريق. أي طريق تاني هتاخده، أي ميل عن الطريق ده، أنت بعدت عن الطريق. أي إنسان جاء قبل المسيح نبي أو ادعى أنه نبي أو جاء بعد المسيح، كان كل ما يستطيع أن يقوله أني سأشير إليكم على الطريق. مفيش حد استجرى يقول أنا هو الطريق، وأكيد محدش عمره قال أنا له الحق. أقصى ما يستطيع أي نبي أن يقوله إني سأسمعكم، أنا حوصل لكم صوت الحق. ومفيش حد يدعي أنه الحياة، بينما هو مصدر الحياة وهو رب الحياة وهو الخالق، فيستطيع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن إيه هي الأزمات الثلاثة؟ والأهم، بدل ما ننظر نظرة فقط تاريخية، ننظر أيضا إلى حاضرنا، إلى حياتنا. إحنا مش هنخرج برا إنجيل يوحنا، يعني الثلاث إعلانات دول موجودين، أو ثلاث أزمات دول موجودين في إنجيل يوحنا. أول واحدة في إنجيل يوحنا صح 6 ثم 12 ثم
19. أول واحدة في يوحنا 6:60. في يوحنا 6:60 وحنقرأ لغاية 66 أو 67. بعد ما تكلم الرب يسوع عن جسده، عن المن النازل، تكلم كلام صعب مش مفهوم، أول مرة يسمعوا هذا الكلام سواء من المسيح أو من أي شخص. بعد 59 كابيول قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم، البلد اللي هو كان مقيم فيها الثلاث سنين. يقول عدد 60 بقى، فقال كثيرون، ولما ترجع لبيتك حط تحت كثيرون دول كذا خط، بس أهم الخطوط في اللي بعد كده من تلاميذه، مش من التلاميذ، من تلاميذه هو. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه أو يقبله؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن، قال لهم كلام أصعب بكتير، هتشوفوا بعد كده رد الفعل، فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا، الروح والذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون. في عدد 66 بقى، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء الأصعب اللي جاي، ولم يعودوا يمشون معه. في ناس قررت مش من الجموع، مش من العالم، مش من الناس اللي على أطراف الجماعة، لا، من قلب الجماعة، من تلاميذه، من أقرب ناس ليه، من الناس اللي شافت آيات وشافت معجزات وشافت تحننات وشافت لمسات السيد بتعمل إيه، أخدوا قرار إنهم يتركوه وهو الطريق وما يمشوش فيه تاني، الطريق ده مش هيرجعوا تاني يمشوا وراه. خلوا بالكم من 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 أهم واجبات التلميذ إنه يقتفي أثر معلمه، يعني يشوف معلمه ماشي أي سكة بيروحها المعلم هو زي ظله من غير تفكير. بولس كان كده مع غملائيل، التلاميذ كانوا كده مع المسيح، تركوا كل شيء وتبعوه، والمسيح عايزنا نعمل كده معاه. دول قرروا بعد تفكير، بعد حوار بينهم وبين نفسهم، المسيح علم به انهم مش هيعودوا. شوف، من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذ، عشان تعرفوا ان دول تلاميذ يعني حقيقيين. نرجع للوقا 6:13. في لوقا 6:13 بيقول حاجه في غايه الاهميه وهو بيختار تلاميذه. لوقا 6:13، لما قضى الليل كله في الصلاه قبل الاختيار، يقول الكتاب في عدد 13، ولما كان النهار دعا تلاميذه اللي هم دول، واختار منهم الاثنى عشر وسماهم رسل. لكن الباقي دول تلاميذه. يتكلم الكتاب انه كتير المسيح دخل مدن ومعاه جمع من تلاميذه، مش 6-7، جمع من تلاميذه. نعرف من اعمال واحد على الاقل كانوا 120 اللي كانوا موجودين في العلية عشان يختاروا بديل ليهوذا، يطلق عليهم كتاب تلاميذه. فكان في عدد من التلاميذ، لكن الناس دي قررت من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. وأنا بدعي إن فينا ناس كتيرة بترجع عن المسيح نتيجة ظروف، نتيجة ضغوط، نتيجة ألمات وكبوات، بيتركوا. اللي نفسي فيه صلاتي إن الجزء الثاني من الآية لا ينطبق علينا، نرجع له تاني. فكرة لم يعودوا يمشون معه، أنت بتخبط دماغك في الحيط، أنت الخاسر مش هو، أنت اللي بتقرر قرار خاطئ لحياتك ولبيتك ولمستقبلك ولسعادتك.
مش بس لأبديتك. بولس الرسول في فيلبي 3:18 بيقول كثيرون يسيرون ممن كنت أذكرهم مرارا لكم والآن أذكرهم باكيا. ناس بالاسم، ناس معروفين للكنيسة، كنت بجيب سيرتهم كتير، دلوقتي بذكرهم بس باكيا. الكلام ده قايله في فيلبي 3:18 بس متكرر في رومية 16 وفي تيموثاوس الثانية 3 وفي تيموثاوس الثانية 4. بالاسم أسماء تركت الرب، كانوا مش بس في الكنيسة، كانوا في الخدمة، كانوا أعلام، كانوا معروفين. أنا أدعي وأنا عندي 63 سنة وأعرف الرب من وأنا عندي 18 سنة، يعني أكتر من 45 سنة، كان في وسطينا ناس مش مجرد بترنم زي ما بنرنم، لا بتقود ترنيم، مش مجرد ناس بتحضر مؤتمر، لا كانت بتقود المؤتمر، كان ناس بتوعظ وكنت منبهر بيهم. تركوا الرب ولم يعودوا يمشون معه، ده جرس إنذار، جرس إنذار. كويس قوي إن إحنا لسه عارفين الطريق، كويس قوي إن إحنا ماشيين في الطريق، بس ما نستكبرش وما نستهترش بقامات كبيرة. عشان كده كاتب العبرانيين يقول جملة رائعة في عبرانيين 12:7، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إيه؟ إلى نهاية سيرتهم، نهاية السيرة، نهاية المسيرة، نهاية الطريق، وتمثلوا بهم. أنا بشكر ربنا جداً إن في حياتي عمالقة في الإيمان، مع إني 63 لكن في ناس 70 و75 و80 وفي ناس انتقلوا في سن تقريباً 90 ومشوا في الطريق للنهاية، وتمسكهم بالطريق كان بيزيد يوم بعد يوم. الناس دي هي الأعمدة اللي ما تهزتش، الناس دي هي المنارات، هي المنارات، هي أضواء الطريق في عالم مليان ضلمة وارتباك حتى جوه الكنيسة. أنا مديون للناس دي. أوقات الإنسان بيشعر بضعف طبيعي، طبيعي، احنا مش أبطال للدرجة دي في الإيمان. ليه أوقات بنتهز؟ واللي يقول غير كده يبقى غلطان. ومتكلين على نعمته، ومتكلين على محبته، ومتكلين على صلوات ومحبة الناس اللي حوالينا وسندتهم لينا في أوقات كتيرة. عندنا ترنيمة مشهورة جدا نفسي أول دايما نرددها، صممت أني إيه؟ أتبع يسوع بلا رجوع. ده كانوا عندهم ترنيمة تانية بتوع 66، صممت أني ممشيش مع يسوع ومش راجع في طريقتها تاني. أنت بتقول الكلام ده لمين؟ على فكرة دي حقيقة، دي يعني مش مثلا لم يعودوا يمشون معه في اللحظات دي، لا، الكتاب لما بيعلن لنا بيقول لكم لدرجة فقال يسوع للإثنى عشرة بقى بعد 67، ألعلكم أيضا تريدون أن تمضوا؟ كانوا بيكلم الكنيسة النهاردة، كانوا بيكلم كل واحد. السؤال ده بقى مش للي مشوا، للي قاعدين، وانت قرارك ايه؟ وانت التزامك معايا شكله ايه؟ ان اراد احد، دي ما قالهاش غير لتلاميذه، ارجعوا لمتى 9 ولقى 9، ارجعوا لها، لم يقل هذا الكلام، لم يكن هناك الا تلاميذه، لم يقل هذا الكلام لاي من الجمع. ان اراد احد ان ياتي وراء، بيكلمهم هم، انت صاحب القرار، انت مش ملزم، انت مش غصب عنك، انت لازم يكون قرارك حر وتبعيتك ليه حره ومحبتك ليه حره وتكريسك ليه حر. ان اراد احد ان ياتي ورائي يحمل صليبه ايه؟ كل يوم، كل يوم، ويبقى واعي لدعوه المسيح ليه ويتبعني. كده في متى 10:37 و38، ان احب احد ابا او اما او اخا او اختا، سيبكم من زوجة وزوج، وزوج دي بتمشي يعني، ممكن ما تحبهمش كتير، لكن ولادك، والدك، والدتك، إن أحب أحد أكثر مني فلا يستحقني. وش كلام واضح، لو حبيت حد في الدنيا دي كلها مهما كانت غلاوته أكثر مني، أنت ما تستحقنيش وما تلزمنيش، أنت ماشي في الطريق الغلط.
المسيح مش هامش، مش هامش على الطريق. المسيح هو الطريق، وانت لازم تختاره بوعي وبحرية، وبتختاره كل يوم، يحمل صليبه كل يوم. يعني انت كل يوم بتقرر، بتصحى الصبح تقرر، زي ما بتنزل شغلك، زي ما بتروح المصلحة بتاعتك، انت بتقرر اني اتبع يسوع بلا رجوع، صممت اني. والقرار ده كل يوم باخده، مش كل فترة. كانت اول ازمة ان تلاميذه تركوه وهو الطريق. الناس اللي انفق نفسه من اجلهم، اللي احبهم كل الحب، لكن هم تركوه. هو احبنا كل الحب، واظهر محبته دي بكل اشكاله، واول شكل واهم شكل واول صوره لازم تبقى في ذهننا هي صوره الصليب. لو هتنسى اي، لا، مهما كانت الظروف اللي بتمر انت بيها، الصوره اللي لازم ما تنساهاش ابدا صوره الصليب، عندما اعطانا ذاته. الازمه الثانيه موجوده في يوحنا 12. في يوحنا 12 جموع، بقى المره دي مش تلاميذ، وانا دايما بعتبر التلاميذ هم الكنيسه. فالذين تركوه كانوا من قلب الكنيسه، مفروض نسميهم بين قوسين المؤمنين. المؤمنين تركوه، وما اعتقدش في حد، يعني فيش حد فينا في حياته ناس كانوا ملتزمين قوي بالرب وبالكنيسه وبالخدمه، والنهارده احنا مش قادرين نذكرهم الا باكين. لكن الازمه الثانيه جموع بقى. الجموع دي جت امتى؟ بعد اخر معجزه عظيمه عملها المسيح على الارض، اقامه لعازر من بعد 4 ايام، بعد ان انتن، بعد ما ريحته فاحت. كان في يهود، لما ترجعوا للمشهد في 11، كان في يهود كتير حوالين القبر، شهود عيان، مش لعازر اللي موجود مع اخواته، لا، جموع من اليهود، وقعدوا يكلموا مع بعض، انظروا كيف كان يحبوا، يعني في حوار غير عادي كان عند القبر قبل ان يقيم الرب لعازر. بعد ما أقام لعازر في صحة 12 بردك، بنكتشف نوعين من الإيمان. ليه الناس دي أمنت بالمسيح؟ لأن في ناس رأت المعجزة، في ناس كانت عند القبر، في ناس شهدت إنها رأت. أياً كان بقى موقفهم السابق للمسيح، هم شافوا بعينيهم لعازر وهو يقوم بالأموات. هؤلاء شهدوا، الذين رأوا شهدوا. فعندما شهدوا اللي حصل، في يهود سمعوا فصدقوا. فإحنا في الإيمان عندنا نوعين، الذي رأى والذي سمع، وفي الحالتين آمن. طب نروح لـ 37 وبعد كده أرجع لحكاتها. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات، هذه عددها يعمل إيه؟ لم يؤمنوا به. أصل في ناس لغاية دلوقتي لسه ماشية وراء المعجزة، في ناس لسه ماشية وراء المعجزة مش وراء الكلمة. لو عمل، لا، ما أنت مش فاهم، التاريخ ما بيقولش كده، الحقيقة مش كده. الحقيقة إن العازر قام من بين الأموات بعد 4 أيام، وتشاور اليهود وتآمروا القادة لكي يقتلوا العازر. يعني اللي لسه قايم ما كانش هيتهنى بيومين، عايزين يتأمروا عشان يقتلوه، عشان يخفوا الدليل. في قصة الغني والعازر، الغني قال لإبراهيم: يا إبراهيم، أنا عندي 5 إخوات، ابعت لعازر عشان ما يجوش لمكان العذاب ده، مش أكتر. قال له: عندهم الكتب، عندهم موسى والأنبياء. قال له: لا لا لا، الغني بقى بيقول له: لا لا لا، بس هو لو واحد من الأموات قام هيؤمنوا، مش هيجوا للمكان ده، أنا مش عايز إخواتي يجوا هنا. إن لم يؤمنوا بموسى والأنبياء، ولو إن قام واحد من الأموات لن يؤمنوا. إبراهيم بيصحح الأوضاع، الأفكار. طب العازر قام، يقول الكتاب ولم يؤمنوا، مش بس بالعازر، بآيات كثيرة صنع لم يؤمنوا. المسيح نفسه هيقوم بعد ما يموت، بعد 3 أيام، وكتير مش هيؤمنوا، ولغاية النهاردة كتير مش بيؤمنوا. ودي أعظم معجزة، يعني أعظم معجزة صنعها المسيح على الأرض
هي معجزة إقامة لعازر. يعني في 35 معجزة ما فيش حاجة زي كده، ولا ابنة يايروس ولا ابن أرملة ما فيش معجزة زي دي. أنتنا تحلل، ده لازم تخلق شخص جديد بعينين جديد بقلب كل حاجة جديدة، لازم تخلق لعازر جديد. ومع أنه كان قد صنع أمام ده، الكتاب يقول لنا تشوفوا إصرار اليهود على عدم الإيمان. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا. بس بعدها بيقول الكتاب في عدد 42، في 42، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء، حتى مش من عامة الشعب أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع. في ناس خافت تعلن، أمنت بس خافت تعلن. عارفين مين من ضمن الناس دي؟ للأسف نيقوديموس منهم، يعني كان موجود بس مش قادر يعترف. الذي ظهر له المسيح ليلا، يتقال في يوحنا ثلاث مرات في إنجيل، ما هو لا يظهر غير في إنجيل يوحنا ثلاث مرات، الذي تقابل معه الرب يسوع ليلا. هو دي السمة بتاعته، أنه لما بيشوف الرب يشوفه ليلا، مش وسط العيون، مش وسط الناس، مش في الأسواق وحدهم. اللي أصعب من كده، وده موجود في يوحنا 19، يوسف الرامي، من هؤلاء الذين آمنوا، يعني أو من الرؤساء، ما هو الرئيس يوسف الرامي ده من الرؤساء. فيقول الكتاب أنه لما راح ليدفع، ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، وهو تلميذ يسوع، لكن خفية لسبب الخوف من اليهود، خفية زيه زي نيقوديموس، خفية. هل أنا أشك أنه تلميذ؟ لا طبعا تلميذ. سأل بيلاطس أن يأخذ جسد فأذن، وجاء أيضا نيقوديموس. اليهود عملوا إيه؟ رفضوا وأنكروا، وهو الحق. أنكروا المسيح وهو الحق. عارف لما يبقى قدامك شمس البر كده، الشمس اللي كل الناس شايفاها، اللي كل الناس بتتكلم عنها، اللي كل الناس بص عليها، وتلاقي ناس بتنكر الشمس، بتنكر الشمس، مفيش أوضح من كده. طب هتقول له إيه؟ هتعمل معاه إيه؟ هو عايز ينكر الحق. جموع أنكروه، تلاميذ تركوه، لكن في جموع أنكروه، وإلى الآن في ناس بتنكر المسيح. وللأسف جوه الكنائس، جوه المؤمنين، في يوسف الرامي وفي نيقوديموس اللي مش بيقدروا بسهولة يعلنوا عن إيمانهم، بميت سبب وسبب، بميت عذر وعذر، بيخفوا الصليب، بيحاولوا يخفوا الصليب، بيحاولوا ما يظهروش الإيمان. جوه إيمان، في إيمان، تلاميذ، تلاميذ بيحبوه، بيحبوه بس بيخافوا بسبب الخوف من اليهود، من المسؤولين، من أصحاب المركز. المسيح بيقول لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، كأنه بيحضرنا. لا يوجد تلميذ من تلاميذ المسيح بحسب تاريخ الكنيسة، طبعا حسب سفر الأعمال، لكن أيضا تاريخ الكنيسة، مات موتة طبيعية بالقلب، على بالسكر، على سرير، ما فيش حد كده إلا يوحنا الرسول، ومات منفيا. ما فيش حد مات موتة طبيعية، لإما بحد السيف، لإما بالصلب، لإما بالحرق. التلاميذ كلهم بلا استثناء، وأولهم كان يعقوب في يوحنا، في أعمال 12 أول تلميذ استشهد هو يعقوب أخو يوحنا، وآخر واحد هو أخو يوحنا. لكن بين يعقوب وبين يوحنا الجميع لم يموتوا موتة طبيعية. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، هو بيخوفك بإيه؟ في عصر الاستشهاد الكنيسة ما كانش بتتهدد إن أنا هموتك، لا، أنا هموت ولادك وصاد عينك، ومش هموتهم موتة طبيعية، هقليهم في الزيت. لازم تنكر، غصب عنك تنكر، لازم تسجد للإمبراطور وتعتبره هو إلهك الجديد،
يعني انت مش عايز تخوفني انا، لا انا بخوفك بعيالك، بزوجتك، بامك، باهلك. يبقى دموم في رقبتك. وكانوا بيتخيروا بين انك انت تنكر وبالتالي تسجد، او انت وكل عيلتك تموتوا. لا تخافون من الذين يقتلون السيد. انا بسال نفسي وبسالكم، قد ايه مصدقين ان المسيح هو وحده الحق، واحنا بنقبله على اساس انه الحق كما اعلن عن ذاته ان هو الطريق وهو الحق، وما عندناش اختيار تاني. مش لاننا كان قصادنا اختيارات، لا، لان هو الاختيار الوحيد، لان هو الحقيقه الوحيده في هذا العالم المليان زيف، اللي عايزنا نبيع نفسنا ونبيع مستقبلنا وحياتنا عشان شويه اشياء بتبرق وهي كلها فلسو في هذا العالم، عشان تبعدنا عن النور الحقيقي، عن الحق الوحيد، عن المسيح. فكر كده، ايه سقف اللي بعديها انت لازم هتبيع المسيح، لازم هتنكره، ولازم هترفضه، ولازم مش هتقدر تكمل مسيرتك معه. حط السقف ده قصاد ربنا النهارده في الصلاه، وقول له مش هستحمل، مش هستحمل، ده اكبر من امكانياتي. انا في الوقت ده يمكن مش هقدر غير اني انكرك. ايه اللي يتعرض عليك؟ ايه اللي تتهدد بيه؟ المسيح كان واضح جدا وقال لهم هتتاخدوا من المجامع وهيقتلوكم ويفتكروا بيقدموا خدمه لربنا، بيقول لهم انا بقول لكم كده عشان لما يحصل تفتكروا انا قلت لكم ايه. كان بيكلم تلاميذه، وده اللي حصل بالفعل مع بولس، ده اللي حصل بالفعل مع بطرس. كم مره دخلوا السجن، بطرس على الاقل مرتين، وكانوا مهددين بالموت زيهم زي يعقوب. ظلوا امناء للنهايه، ظلوا على ايمانهم انه الحق، فلم ينكروه ولم يرفضوه كما فعلت الجموع. وانا دايما لما بفكر في نوعيه الناس اللي امنت بالرب، مش بيلفت نظري الذين راوا، لان بقول انا ما عنديش فرصه ان ارى، يعني ما كنتش معاه في ايام الجسد، انا عندي فرصه اني اسمع زي ما هم سمعوا في زمن المسيح وصدقوا، زي ما قائد المئة كل اللي عملوا انه سمع عن يسوع، يقول الكتاب كده سمع عن يسوع، ما شافهوش، ما تقابلش معاه، رجل روماني تماما زي المرأة نزيفة الدم سمعت عن يسوع. ارجعوا للكتاب، سمعوا عن يسوع لم يروه من قبل. وانا دايما بقول احنا سمعنا عنه في مؤتمر، في نهضة، في خدمة، في كنيسة، من كلمة الرب، وصدقنا وقبلنا هذا الخبر، هذه البشارة بالإيمان. بس دعوة ربنا لينا النهاردة إن إحنا نكون في موقف الإيمان المستمر الثابت الذي لا يرفض المسيح أبداً. إحنا قصدنا تلاميذ تركوه وهو الطريق، جموع أنكروه ورفضوه وهو الحق. آخر حاجة بقى موجودة في يوحنا 19. في يوحنا 19 المؤامرة ابتدت من 18 طبعاً. اتقبض على المسيح في 18، وتعرض بقى على حنان في الأول، ثم على قيافة، وبعد ما كل حاجة انتهت وودوه لبيلاطس، بقى صار أمام بيلاطس في منتصف إصحاح 18، واتحكم عليه بالصلب في 19. ففي 19 يقول لنا الكتاب في عدد 16، فحينئذ أسلموا إليهم ليصلب. بعد ما غسل إيديه وتبرأ من الجريمة دي، بيلاطس حاول 6 مرات أن يخرج المسيح من الموضوع، يعني هو ما كانش مقتنع، وكان مقتنع أن هم أسلموا حسدا، فعمل 6 محاولات، منهم 3 مرات أعلن أن هذا الرجل بار، 3 مرات يعني الثلاثة واضحين جدا جدا، لنقول الكتاب ثالثة يعني ثانية ثم ثالثة، 3 مرات على لسانه هو أن هذا الإنسان بار، بار بمعنى بريء، وعارف اللي تخفوه في ضمائركم وفي قلوبكم،
انه كله حسد وكله خبز، ده بيلاطس. بس بعد ما فشل في كل المحاولات وداه لهيرودس ورجع من عند هيرودس، يقول الكتاب في عدد 16 فحينئذ اسلمه اليهم ليصلب. في عدد 18 حيث صلبوه. هنا قادة اليهود بقى، يعني احنا من تلاميذ الى جموع الى قادة، والقادة هنا بوعي بيعملوا كده. القادة دول عارفين الكتب كلها، عارفين الكتب كلها. ولما تشوفوا المؤامرة اللي عملوها ضد المسيح في يوحنا 11 لما اجتمعت سنهدريم، قالوا هذا الإنسان يصنع آيات كثيرة. يعني التهمة الحقيقية أنه بيصنع آيات صارت له شعبية، الناس متعلقة بيه. الرومان هيجي ياخدوا الموضع بتاعنا، هياخدوا الكرسي بتاعنا، مصلحتنا هتروح، وإحنا قاعدين صامتين. لازم نتحرك، لازم نصنع شيئاً ضد هذا المسيح. كانوا عارفين أنه المسيح من وقت مولده. لما جابوا هيرودس جاب الكتبة ورؤساء الكهنة قال لهم فين في الكتاب أنه يتولد الملك بتاع اليهود؟ قالوا له في بيت لحم. يعني أنتوا عارفين كل حاجة، يعني أنتوا عارفين أنه هيتولد في، يعني أنتوا بتشاوروا أن أنتوا عندكم كل المعرفة الكتابية اللي تقول لكم مين هو المسيح؟ آه طبعاً، أكتر بكتير من جموع الشعب، احنا عندنا الكتب. في كتابه الشهير جدا اسمه محمد والمسيح معا على الطريق للشيخ خالد محمد خالد، الكتاب ده في منتهى الروعه، اللي يقدر يقتنيه هيلاقيه في مكتبه، يعني في حتى في محطه مصر بيتباع. عنوان فصل كامل في نهايه الكتاب، فصل كامل في نهايه الكتاب، واليوم من نطلق، ده في آخر الكتاب العنوان، واليوم من نطلق، المسيح أم برباس؟ وهذه الجمل التي يختم بها، أؤكد أن العالم سينادي لبرباس بالإطلاق وبالحرية، وللمسيح بالصلب والموت، بل سيصرخ العالم اصلبه، اصلبه، اصلب الحياة، واصلب الحب، واصلب الغفران، اصلب كل المعاني الجميلة، واطلق الإجرام، واطلق الموت، لأن هذا ما نريد. سؤالي اللي أنا بسأله بعيد عن الكتاب بتاعه، هل نصلب، هل نصلب المسيح ثانية وكيف؟ المسيح بيتصلب تاني فعلا؟ العالم بيشوف المشهد ده تاني فعلا؟ وبيشوفه في قلب الكنيسة؟ بيشوف ناس فعلا عندها استعداد تصلبه، مش مجرد ترفضه أو تتركه، لكن تصلبه، تشهر بيه، تعيش حياة بعيدة تماما عن دعوته ليهم، والناس يشاوروا علينا باعتبارنا مسيحيين فيجدفوا على هذا الاسم الحسن كما كان يجدف العابرين في الطريق والمسيح مصلوب. كانوا بيجدفوا عليه، كانوا بيشتموه، بما فيهم اللصين، كانوا على فكرة اللصين، في لص تائب في النهاية، لكن اللصين من البداية كانوا بيجدفوا. سؤالي أنا، قد إيه إحنا حياتنا بتعكس صورة حقيقية عن المسيح؟ قد إيه يروا المسيح فينا؟ قد إيه بنعكس نور المسيح؟ هو نور العالم، بس قالينا أنتوا كمان نور العالم، يعني هو نور العالم، قال أنا هو نور العالم 3 مرات في يوحنا، أنا هو نور العالم، بس كمان قالينا أنتم نور العالم. إحنا بنعكس هذا النور، هذا النور الحقيقي. يروا أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم الذي، لكن هو أوقات بقى يروا أعمالنا ولا يمجدوا، بل يصلب المسيح ثانية وثالثة، وإحنا اللي بنقدم هذه الصورة. الناس بتستهزأ، الناس بتتقدم لها صورة ضعيفة، صورة مش حقيقية، صورة بهتة، صورة مزيفة عن المسيح. حتى جوه بيوتنا ناس بترجع من بيوتها، الراجل بيقول معقولة دي اللي كانت بترنم، والست تقول هو ده اللي كان بيرنم في الكنيسة، الكلام اللي جوه الكنيسة دي اللي بنرنمه، اللي بنوعظه،
اللي بنصليه اللي بنصدقه قد ايه هو حي فينا. ازاي بقول له عمري مش عارف او حياتي وعمري، لا عمري وحياتي وكل اهدافي للمسيح، وتلاقيني بكل اعصابي بقول الترنيمه دي او القرار ده، وانا عمري وحياتي وكل اهدافي مش للمسيح على الاطلاق، ولا يبقى حالي غير الحال ده، وحال الكنيسه وحال المجتمع اللي احنا فيه يبقى غير الحال ده. لو هذا العدد من الناس مكرس، لو اعطى حياته بالكامل للمسيح وقالوا له انت رب الحياه كيف نصلبك؟ بولس الرسول اللي عنده عباره عبقريه في غلطية، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. يعني ايه يا بولس؟ يعني لما بتيجي تسلم عليا انت مش بتسلم على بولس الميت، انت بتسلم على المسيح الحي. عشان كده 132 مره في الرسائل بتاعته حتى في فيليمون الاصحاح الواحد يقول انا في المسيح، انا في الكبسوله دي، انا في هذا النوع من الاتحاد، انا في المسيح. انت بتتعامل مش معايا، انت بتتعامل مع المسيح. اللي بيسلم عليك، اللي بيتكلم معاك، اللي بيصلي معاك، اللي بيباركك هو المسيح، لان انا مت. بولس بيقول كده، يا رب انا اقدر اشاور على نفسي اقول نفس الكلام ده، انه مع المسيح صلبت فاحيا لا انا، انا انتهيت. اعمل علامه اكس، مين اللي حي دلوقتي؟ المسيح حي فيا. المسيح هو اللي عايش مش المصلوب، انا اللي مصلوب، انا اللي شايل صليبي، لكن المسيح حي، قام من بين الاموات وهو حي. نصلي. يا أبانا السماوي، فعلا بنشكرك لأجل كلمتك المقدسة، وزي ما قرينا دلوقتي كلمتك هي روح وحياة. يا رب نشكرك لأنك بتخاطب أرواحنا، بتخاطب دواخلنا، وتمنحنا حياة متجددة من خلال هذه الكلمة الحية. نشكرك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا رب من فضلك ادينا النهاردة نخرج من المكان ده مش زي ما دخلنا أبدا، محتاجين مزيد من التكريس. تاخدنا يا رب في سلم طويل، سلم عالي، سلمة سلمة ودرجة درجة في درجات التكريس. بولس قدر في نهاية حياته يقول أكملت السعي، بس ما قدرش يقول العبارة دي إلا وقبليها كان بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن. يا رب بنشوف ماضينا وبنشوف حياتنا ومش قادرين نعلن نفس الإعلان ده، إن قد جاهدت الجهاد الحسن. لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. يا رب من فضلك ساعدنا أن نعيش صراع حقيقي مع ذواتنا ومع الخطية ومع العالم، لكي نكون بالجملة لك. نريد يا رب أن نعلن الرب يسوع حي، حي في حياتنا، حي في كلامنا، حي في تصرفاتنا، مش بس جوه الكنيسة لكن في كل مكان نتواجد فيه. بصلي يا رب لأجل كل نفس، بصلي لأجل كل بيت ممثل، بصلي يا رب هنا للكنيسة وللحي اللي هم فيه، إن الناس تشهد أنهم يروا فينا يسوع. نشهد يا رب أن يسوع هو الطريق وهو الحق وهو الحياة. في اسم المسيح، آمين. خلونا في ضوء الكلمات اللي كنا نسمعها من الشيخ يوسف نقف مع بعضنا علشان نلتف حول مائدة الرب. استأذن من حضرات الشيوخ وحضرات الأسوس الموجودين في الكنيسة يتفضلوا عشان نشترك مع بعضنا. نفتكر إحنا واقفين قدام العلامة اللي بتؤكد أنه هو الطريق ولا طريق غيره، أنه هو الحق ولا حق غيره، أنه هو الحياة ولا حياة بدونه. مش كده؟ أنا نفسي قبل ما نتقدم لمائدة الرب استأذن أخونا المهندس ناصف نقول كلمات الترنيمة: صممت أني أتبع يسوع، أتبع يسوع بلا رجوع. وكأننا وإحنا بنتقدم لمائدة ربنا إحنا بنقطع عهد على نفسنا، أيا كانت الظروف، أيا كانت المشاكل،
أين كانت التحديات اللي من قبلها، لكن صممت أني أتبع يسوع، أتبع يسوع بلا رجوع. هدف حياتي أن أرضي، أن أرضي ربي، أتبع يسوع بلا رجوع. تعالوا كده في روح الصلاة نسكب قلوبنا ونردد مع بعض كلمات الترنيمة مع أخونا ناصف. صممت أني أتبع يسوعي، صممت أني أتبع يسوعي، صممت أني أتبع يسوعي، أتبع يسوع بلا رجوع. العالم خلفي، يسوع أمامي، العالم خلفي، يسوع أمامي، العالم خلفي، يسوع أمامي، أتبع يسوع بلا رجوع. أحببت ربي من كل قلبي، أحببت ربي من كل قلبي، أحببت ربي من كل قلبي، أتبع يسوع بلا رجوع. هدف حياتي أن أرضي ربي، هدف حياتي أن أرضي ربي، هدف حياتي أن أرضي ربي، أتبع يسوع بلا رجوع. في الليلة التي أسلم فيها يسوع أخذ خبزا وشكر وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري، ونحن على مثاله نفعل. فاضل أسيس رفعت فتحي يشكر ربنا من أجل الخبز. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد. يا رب نشكرك لأنك أحببتنا ونحن في ملء الخطية. نشكرك لأنك جعلتنا في المسيح في ملء النعمة. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن نشكرك لأنه إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. نشكرك لأننا حين نتقدم إلى المائدة نتذكر النعمة الغنية التي افتقدتنا في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ساعدنا يا رب حتى نكون في شركة حقيقية معك، نتبعك من كل قلوبنا، وأن نكون في شركة حقيقية مع إخوتنا في كل مكان، فنحيا الحياة الإنسانية الشاهدة لشخصك في كل حين، في اسم المسيح، آمين. مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، ومثل فرطي رأفتك امحو الخطأ عني. ارحمني ارحمني، امحو الخطأ عني. مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، اغسل كثيرا سيدي نفسي من الذنب، وهكذا خذ بيدي مطهرا قلبي. إني بإثمي عارف
معترف جهرا وأمامي واقف أنظر الدهر. ارحمني ارحمني امحو الخطأ عني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني. أخطأت يا ربي إليك بالقول والفعل والشر ما بين يديك صنعت فاصفحني. قلبا نقيا طاهرا اخلقه بي مولاي وروح عدل ظاهرا جدده في احشاي. ارحمني ارحمني امحو الخطأ عني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني ومثل فرطي رأفتك امحو الخطأ عني. ارحمني ارحمني امحو الخطأ عني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني. هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري ونحن على مثاله نفعل. أيضا بعدما تعشوا قال يسوع هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا لذكري ونحن على مثاله نصنع. بفضل الشيخ يسر الياس اشكر ربنا من أجل الكأس. يا سيدنا الرب كم نشكرك ونحمدك يا رب لأنه حقا كلما أكلنا من هذا الخبز أو شربنا من هذا الكأس كما يقول الكتاب تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. كم نشكرك يا رب لأجل رسالة الإخبار التي علمتنا إياها في هذا المساء يا رب. أعطنا فعلا ونحن نتقدم إلى هذه المائدة أن نضع في قلوبنا رسالة الإخبار للآخرين والإعلان عن الطريق والحق والحياة. ثبت هذه الكلمات في قلوبنا ونحن نتقدم إلى هذه المائدة لأجل خاطر الدم استجيب يا رب. آمين. اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب. اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب. أدنو منك الآن مصدر الحنان
الغفران إنني ربي عارف ذنبي قد تقصيت وادهت عن دربي اغسلني ربي بدم الصليب أنت من جئت بالفدا العجيب اغسلني ربي بدم الصليب أنت من جئت بالفدا العجيب أدنو منك الآن يا مصدر الحنان أدنو منك الآن يا مانح الغفران في رحابك في صليبك أحظى بالسلام بفعل دمك اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من جئت بالفدا العجيب أدنو منك الآن يا مصدر الحنان أدنو منك الآن يا مانح الغفران. قال يسوع هذه الكأس للعهد الجديد بدمي اصنعوا هذا لذكري ونحن على مثاله نفعل. يا سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فكت قيودي يا سبب وجودي ليك سجودي فادتني بدم صليبك فكت قيودي قولوا له معايا وحدك فدية حقك حرية نلت في حبك برا وحياة أبدية دمك قطعني برك كساني حبك نجاني ملا قلبي أغاني دمك قطعني برك كساني حبك نجاني يا ربي ملا قلبي أغاني وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتهيات وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتاق قولوا معايا
محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، يبارك الحياة والبعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حيم سعادة وسعادة أبدية، كما قال الكتاب هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب، وسعادة أبدية كما قال الكتاب هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حيمة، أنا عايش في حيمة. قبل الختام بس جايانا طلبة صلاة شخصية جدا من مدام مرسيل، مرات القسيس مجدي فؤاد راعي كنيستنا في نجع حمادي. هي بكرة الصبح هتعمل عملية استئصال ورم في المخ، فنفسي قبل ما نمشي نحط قلبنا على قلب بعض ونغمض عينينا دقيقة واحدة بس، نرفعها فعلا في الصلاة من كل قلبنا، نقول يا رب تمجد معاها بكرة، مدي إيدك بمعونة، هما واثقين في صلاة الكنيسة. يا رب كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، هكذا يا رب عيوننا نحوك، نحن عبيدك وغنم مرعاك يا رب. نرجوك أن تتمم يا رب كل أمر لخير مدام أرسيل بكرة يا رب، واثقين يا رب أنك أنت ليك كل سلطان وقادر تتمجد وتعلن يا رب عن نفسك وعن شخصك. املأهم بسلامك اللي بيفوق كل عقل، اصنع كل أمر لخيرهم يا رب. أشكرك لأنك معاهم ولأنك موجود في كل وقت وبتعلن عن نفسك يا رب في حياتهم. ذكرنا يا رب كل عبيدك المرضى والمتألمين يا رب. أشكرك لأنك تسمعنا كل حين ونحن ندعوك. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا واعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين.